عمي يا عمي يا عمي انا جيت جيت تعال ايه ده؟ انت بتعمل ايه في دولاب الخزين؟ لا دي عمليه بعملها بقول لك عليها بعدين. عمليه في دولاب الخزين؟ ايوه. حد معاك جوه؟ حد مين يا ولد؟ تعالى سيبك انت من الدولاب ده وخليك معايا. نعم. عملت ايه مع الراجل؟ راجل مين؟ الراجل بتاعك. انا ليه راجل بتاعي؟ يا ابن الراجل الجواهرجي اللي هيشتري البروش. بروش؟ ايوه. رحت له؟ قال لي روح قول له جاي له يا هنا يا في المكتب. يعني ايه يا هنا يا في المكتب؟ هو قال لي كده، قال لي روح قول له يا هنا يا في المكتب. ايوه يعني انا استناه فين بالظبط؟ نهار اسود على الغابه بتاع العالم. ده ايه ده؟ يا هنا يا في المكتب، يا هنا يا اغنيها لك. ما هو صدق فعلا اللي قال عليك انك اكبر غبي. هو ده اللي انتوا فالحين فيه بس. ده اللي انتوا فالحين فيه، بقالي سنتين ما سمعتش اسمي. سنتين ليل نهار يا غبي. مش انت يا غبي؟ يا راجل لسه البواب قايل لي عمك عايزك يا استاذ غبي. بقيتني رحت للجوارجي؟ يا جدع رحت. قابلته؟ اتفقت معاه؟ هيشتري البروش؟ خلاص. بكام؟ 10,000. كاش ولا تقسيط؟ كاش. هيجيبهم لي فين؟ يا هنا يا في المكتب. خربت هنا والمكتب. مش هو اللي قال لي بس. لا ابني. انت غلبتني بالبروش ده. بقالك اسبوع ده ودي البروش. هات البروش. ولا عمري شفتك لا معلق بروش. في راجل بيعلق بروش برضه؟ امال بالتاجر ده فيه ولا ايه؟ مش فاهم. ما انا نفسي احكي لك حكايه البروش بس خايف. خايف من مين؟ خايف لسانك يسرف توديني في داهيه. انا اوديك ايه؟ ممكن. راجل ده انا ماليش غيرك. ما انا عارف. ابويا مات وانت اللي فاضل لي. قول يا راجل فضفض لي مره. قول يا راجل فضفض لي. فضفض لي جدعانه. ايه يا ولد؟ قول خليني احس مره انك بتعجبني. طيب. ايه البروش ده؟ قول. مش عارف. احنا اخوات مع بعض. اخوات؟ قصدي ولاد عمام يعني. مع ايه ولاد عمام دي يا ولد؟ من العيله يعني. ايه العيله يعني؟ من ايام ابوك مش اخ ابويا؟ ايوه. ابقى انا عمك. على الله يا ابني يا ابني لحد السن ده مش عارف تميز. ابوك يبقى اخويا. ايوه. انا اخو ابوك. ايوه. ابوك يبقى اخويا وانا اخو ابوك. انا عمك. انت بتتقرن عليا كل شويه. هريني يا عمك. انا يا ابني يا ابني مش حكايه قرنانه. امال ايه؟ انا عمك من ناحيه العرق. ناحيه مين؟ العرق. بتعيدها تاني يا قليل الادب. ايه يا ولد؟ ايه؟ احترم نفسك يا ابني. احترم نفسك يا ابني. ابويا لو عايش تقول الكلام ده. يا نهار ابيض. يا ابني انا عمك من ناحيه العرق يعني من ناحيه العصب يعني من ناحيه الدم يعني من ناحيه شجره العيله. ايه شجره؟ شجره العيله بتاعتنا. احنا لينا شجره؟ امال فين دي؟ فين دي؟ فين في انهي ترعه؟ في انهي غيط؟ يا ابني عيلتنا زي اي عيله ليها شجره، كل عيله ليها شجره. عيلتنا ليها شجره، ليها اغصان وسقال وجذور. شجره؟ ماما شجره! وانا اقول ام اسمها خضرة ليه؟ انت طب قول لي، قول لي انا نفهم. وتفتكر بعد كده احكي لك حكايه البروش؟ يا عم لله لله. عايز افهم انا مش فاهم حاجه خالص. اصلا ايه؟ اصلا حكايه تكسب يا نبيل. تكسب؟ سرقوا؟ للاسف ايوه. سرق؟ تقريبا ايوه. انا قلبك حرامي. ولد حرامي. عمي حرامي. انا حرامي. الراجل اللي هتجوز بنته حرامي. ولا. الراجل اللي عيالي هيقولوا له يا خالي. يا انا مش حرامي يا غبي. انا مش حرامي يا غبي. انا انزع من نزاهه يا ولد. حاجه بتاعتي وخدتها ابقى حرامي؟ خدتها من مين؟ اقول لك من مين؟ من شوشو. شوشو؟ وطي صوتك. مين شوشو ده؟ شوشو دي. مين شوشو دي؟ يا واحدة ست. ست؟ اه. انت بتعرف ستات يا عمي؟ عرفتها زمان. الله راجل يا هلس. ايوه كده يا راجل. ايوه كده. خلوا مع بعض.
حلوه الولايه قوي قوي يا نبيل. حلوه يا سلام. ايوه كده. اوعى يطلع ذوقك زي ابويا. لا لا يا راجل. شفت امي؟ ما انا عارفها. وصف لي الولايه دي. شوشو؟ شوفك اتغلبت كده. وصفها لي من هنا وانزل. شعرها يا نبيل؟ طبعا ليها شعر. اه مال. افتكرتها سركشي زيك. لا. شعرها يا نبيل؟ طبعا. بدنجاني. ايه مزرعه يعني؟ لا يا ابني بدنجاني يعني في لون البدنجان الاسود، الاسود على حمار ده. ده اسمه بدنجاني؟ بدنجاني. انزل. القورة عتبة جزاز. والسلم. شايلينه. انزل. الحواجب رفارف عربية 28 المعدل. رفرف. يا ابني رسمة الرفارف. الرسمة. انزل. العينين بوتقتين. بوتقة وبوتقة. فستقتين. بوتقتين. طب ايش؟ كريزي. يس اي ثينك سو ذات. ايه هو يا ابني؟ يا ابني بوتقتين بالعربي. عربي. بوتقتين يعني فنجانين قهوه. عينيها؟ اه. فناجيل؟ قهوه. تصطبح بوشها ازاي؟ عينيها باظه بره خالص؟ في حد عينيه باظه زي عينين زين العشماوي؟ لا لا يا ابني. شوف. لا لا. لا يا ابني. مش باظين لبره. امال ايه؟ فنجانين قهوه يعني واسعين زي فنجانين القهوه. واسعين. ايوه. تشوفه وهي ماشيه تلاقي تمشي لك كده. العظيم يا رب احنا عيلة. هنا. الله ايه رايك اشوف الحلاوه؟ هنا. الله يرحمك. شفت الجمال؟ حلو. يا سلام. اهو كده. اهو كده. هي اللي سابتك ولا انت اللي سبتها؟ لا انا يا بيه. انت سبت؟ كان طيش. اعمل ايه يا غبي يا ابني؟ سكات مراتي مش حاسه بيا. انا راجل محتاج الحنيه والكلمه الحلوه ما لقيتهمش، لقيتهم في السوبر ماركت. لقيت الكلمه الحلوه في السوبر ماركت؟ اه. ده في اكياس شيبس؟ لا لا، ما انا اول مره قابلت شوشو دي قابلتها في السوبر ماركت. كنت رايح اشتري مواس حلاقه، بعد ما شريته جيت عند الكيس لقيته واقفه ليس وحيث ومعاش فتت ورقه ب 100 جنيه. دفعت لها حسابها ومشيت. تاني يوم رحت السوبر ماركت لقيته واقفه جنب الكيس، دفعت لها حسابها ومشيت. كل يوم اروح السوبر ماركت اللي واقفه جنب الكيس ادفع لها الحساب بتاعها وهي تمشي. لقيت العمليه زادت عن حدها. قلت لازم اقوم احدد المساله دي. طب اشتريت السوبر ماركت؟ لا، خطبتها. يا لهوي. ايوه. على دي بس صرت ما لكش دعوه. ايوه. طب روح بقى عند الجوارج عشان نقي الشبكه. شبكه البروش اللي حدولك ده الماس على شكل ورده. شافته بالفاترينه اتهبلت عليه. دفعت فيه 10,000 جنيه. مين اللي دفع؟ انا. وهي مشيت. مشيت. حياك الله. راجل ايه الكرم اللي نزل عليك فجأة ده؟ بقيت كريم يعني. ها؟ تدفع 10,000 جنيه؟ ما تشتري الترماي والترولي، ما هم واقفين اهم. كنت اعمل. روح يا راجل. كنت اعمل يا نبيل، لكن لما فتحت عرفت انها ما بتبصليش انا، لكن بتبص لمحفظتي. تفتكر كنت هعمل ايه؟ علقت منها البروش اللي انا اديته لها وكان اعطاها. طب انا حرامي؟ لا. وهي وقت البروش نبح في الزنقه المهببه اللي انا فيها دي. ال 10,000 جنيه هيسددوا الديون اللي متلتلل عليا. شيكات بدون رصيد اخر ميعاد ليها بكره. لو ما سددتش هتهز هتبهدل ومش بعيد هتسجن. في السجن ده؟ ليه؟ شيكات بدون رصيد. تتسجن وانا سجن؟ انا موجود؟ هتعمل ايه؟ هترافع عنك. لا يعني معروف. لا انا هنجح. لا معلش ما تنجح. السنه دي ناجح غصب عن عين اي حد. معلش انا عامل برشام ما حصلش يا استاذ. برشام ماله يا ابني؟ هنجح وهتخرج وهبقى محامي وهلبس الروب وهتتفرج. والله لا طلعك زي الشعره من الرده دي. اسمها من العجين. اسمها من العجين. عجين. اه انت يعني. امال انت جنايتك دي ايه في الماده؟ شوف بس الروب بس. اه. يا حضرات القضاة. يا حضرات المتشائمين المستشرقين. انظروا الى هذا المتهم خائف منكم دائما. لماذا يا حضرات القضاة؟ لماذا تخوفونا في الاقفاص؟
لماذا تجلسون امامنا دائما بأواطة هكذا؟ ليه؟ ودائما شواكيش في ايديكم بيو 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 ليه؟ انظروا معي، انظروا معي الى هذا التافه الجبان، يقول لي خلاص يا ابني، خلاص يا حبيبي، حكمت المحكمة حضوريا بإعدام المتهم. حلو قوي، حلو قوي الاستئناف. لا لا خلاص، مش عايز استئناف يا حضرة المستشفى الشمالي. يا ابني خلاص مش عايز استئناف، هجيب لك مسخ. انا راضي بالإعدام اللي انت جبته. راضي؟ ايوه، عشان تعرف ان وراك رجاله. لا عارف، بس اتخرج بس والبس الروب واترافع مره. ان عادت طبعا، بس ما فيش طب فرص. اسيبك بقى من المرافعه دلوقتي، بخش اجيب لك البروش. ماشي، توصل للجواري جيب لي الفلوس. ماشي، اديك شايف الزنقه المهدام اللي انا فيها. وبيع وانت مطمن. شوشو دي ما تعرفش عني اي حاجه. ما تعرفش غير اسمه بس، لا تعرف انا ساكن فين ولا بشتغل ايه. خالص خالص. لما انا سالتك بشتغل ايه قلت لي حته شغل اللي ممكن تخطر على بال حد. ايه؟ قلت لها بشتغل محولجي بتاع القطارات السكه الحديد. يعني ايه ما تعرفش؟ ما تعرفش لا البيت ولا الشغل. كويس الحمد لله. اخش اجيب لك البروش. ميسه فين؟ ده هنا فوق. ميسه. كله نام؟ كله نايم. ازاي؟ كويس. انت متفقه مع عمك عليا؟ ليه؟ بتعملوا فيا كده ليه؟ ايه؟ ما جيتيش ليه في الميعاد؟ فين؟ فين؟ حد في الدنيا يستحمل اللي انا مستحمله معاكم ده؟ حد في الدنيا يستحمل 17 سنة خطبة؟ 17 سنة خطوبة عشان مين؟ ها؟ وبعدين بقى في الكلام ده أنا بتكسف. أنتِ؟ أه بتكسف. بتقولي لي أنا؟ خالص بتكسف. بسم الله. كسف عينيك اللي الدب فيها مغراز. ليش ده؟ لحد امتى ان شاء الله؟ امبور ولا ايه؟ انا تعبت. انت امبارح كنت فين؟ والله رحت السيما من زهقي. كان فيها ايه؟ فيلم حلو. الاقي الحدوته بتاع الفيلم هي البيت ده. يا سبحان الله، الواد البطل يحب البطله زي انا كده. الله، بنت البطله تموت في البطل زي كده. السكره ام البطله بقى. اه، وليا ام قويق زي امك بالملي، وكرومبه وعقد عملوا فيها عمايل. عملوا ايه؟ واتجوزوا رسمي امام حطوا كل الناس امام الامر الواقع. جواز. الله، مش اي حاجه. حلو قوي. يلا بينا بقى انا وانت نتجوز ونعتمد على نفسنا. خلاص خلاص هنتجوز. يعني نمشي ونعمل خطه زي طبعا. يلا قول. ايوه كده. اه، خطه سينمائيه. قول. بالليل لم هدومك في شنطه. شنطه مين؟ بؤجه. بؤجه زي تمثيل التلفزيون، اي واحده تزعل بؤجه وتديها. غلط. هنعمل زيهم هننجح زي ما هم بينجحوا دايما. ها؟ اه، شوف بقى الخطه. قول. هنتقابل على النصر، كل واحد معاه بؤجته. حلو حلو. ونشحت في العالم. هنشحن. هنشحن؟ امال مش هنخلي حته في العالم؟ هناخد بعض ونشحن. حلو. لتعاشرين البذات والمال تالي، لتعاشرين البذات والمال تالي، من
مثل اللي يحط الماء يرتف خالي يا عيني For the sky it's so easy when you smile, yeah, yeah. لك يا ختمي كيالكو ويمي ربرين بانتري باركة كيتو من رازنا هنا يمي ربرين بانتري باركة كيتو من رازنا هنا كيتو من ربهندقي هو كيتو من رزاندقي هو كيتو من سيرك صغير حلو تلعب على الحبل توقع تتخمدي من اول مره رب العيال يبتدي الفيلم وبابا ابوك هيشحت معانا ببقى ثالثه ليه بابا هيشحت هيطلق قريب هيطلق ماما يلا بقى بابا يا بنت دي واقفه واقفه بنت محترمه كلام فارغ انا لسه بقول لك الكلام ده دلوقتي ايه اللي نروح والله يا زمن والكلام ايه والله يا زمن ده بابا ما لناش حل غير كده خلاص يا بنت وانت يا ابني ركز معركتك والحصر بينك ومرات عمك هي اللي مش وافقه على جوازك من ميسه معركه ايوه معركه اقلبها معركه اقلبها معركه ما تزعلش لا ما تزعلش انا من بكره هرخص مطوه مطوه تخلي جنس بني ادم يقف اصلا يا ابني سمعت شخصيتك مره واحده دلوقتي ايوه ما تزعلوش لا ما حدش يزعل ما تزعلوش مني دريه انت يا ست انت لسه هنا يا غبي هغسل المواعين وماشي من اول مره